في حلقة اليوم سوف نتحدث عن الإنترنت اللامركزي أو الإنترنت بدون شبكات الاتصالات، فتابعونا. أنا أسامة عادل وأنت دلوقتي بتتابعوا قناة أميزنج وورلد لمحتوى الأمن المعلوماتي ومحتوى الأمن السيبراني، تابعونا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، معكم أسامة عادل في قناة أميزنج وورلد. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الإنترنت اللامركزي أو الإنترنت بدون شبكات الاتصالات أو الإنترنت من غير شبكات أو بنية تحتية أو انفراستراكشر. بمنتهى البساطة ده نقدر نقول تكنولوجي أو نقدر نقول بروجكت بدأ بيه نقدر نقول بدأت تتعمل عليه أبليكيشن كتير، زي مثلا أبليكيشن أو مجموعة أبليكيشن برايم بروجكت. دي أبليكيشنز متخصصة إن نقدر نقول المراسلات سواء ميل أو نقدر نقول واتساب، أو يعني مش واتساب يعني رسائل نصية وصور بدون إنترنت. طب إزاي التقنية دي شغالة وإيه مستقبل التقنية دي وليه نقدر نقول إحنا منعرفش بالتقنية دي؟ او اول حاجه ازاي التقنيه دي شغاله نقدر نقول بنفس الطريقه اللي شغاله بيها النوتس الخاصه بالتعدين، او نقدر نقول عمليه نقدر نقول المايننج الخاصه بالعملات الرقميه. المايننج نقدر نقول اشهر نوعين للبروف اوف ستيك او بروف اوف ورك. بروف اوف ستيك ده بمنتهى البساطه ان نقدر نقول اثبات الحصه، معناها ان في مجموعه من الاشخاص بيمتلكوا حصه معينه من عمله معينه وليكن الاثيريوم، بما باعتبار ان هو حاليا يعني على شبكات البروف اوف ستيك. نقدر نقول بحصة دي مثلا وليكن مثلا 40 اثيريوم زي ما الشركه بتقول 40 اثيريوم، فكل فرد بيمتلك 40 اثيريوم بياكد المعاملات، ولما بياكد المعاملات دي بنقدر نقول بيحصل على ربح بسيط نقدر نقول من تاكيد المعاملات، المعاملات اللي بتمر على شبكه الاثيريوم. والبروف اوف ورك ده عباره عن مجموعه من اجهزه بتحل الجوريزم معين وليكن زي البيتكوين مثلا او عمله البيتكوين، بتحل الجوريزم معين والالجوريزم المعين ده اللي هي بتحله بمنتهى البساطه نقدر نقول بيسمح ان اي حد يدخل الشبكه دي، ونقدر نقول بيعمل يأكد المعاملات، ومن خلال تأكيد المعاملات دي هو بيعمل إثبات نقدر نقول إن الشخص ده هو اللي يمتلك البيتكوين ده. ده المايننج بصفة عامة. طيب الفكرة الاستراتيجية دي أو نقدر نقول البروجكت ده أو نقدر نقول الإنترنت اللامركزي ده قائم عليه، قائم على نفس الفكرة. أنا بدل ما أنا بقى نقدر نقول هيبقى عندي أبراج اتصالات، على فكرة برج الاتصالات ما بيأكدش المعاملات، يعني ممكن يبعت لك حاجة غلط يعني، بس ده ما بيحصلش كتير قوي، بس هو نقدر نقول ما بيأكدش معاملات، هو بس وسيلة من وسائل نقدر نقول التواصل. زي ممكن مثلا يبقى عندي برج اتصالات او عندي قمر ساتلايت، في الحالتين دي نوتس بتمنع نقدر نقول او بتسمح بالتواصل. لا انا بدل الموضوع ده كله هستغنى عن الكلام ده كله واخلي بشر اللي يعملوا الموضوع ده. ازاي؟ عن طريق موبايلاتهم. ان انا مثلا هيبقى الموبايل مثلا عندي دلوقتي حاليا الواي فاي مدى نقدر نقول بيوصل ل 50 متر، وعندي البلوتوث 0.5 مدى بيوصل ل 400 متر، ده في الهواء الطلق نقدر نقول في الاوبن اريا او في المكان المفتوح، اما في المكان المغلق بيوصل ل 200 متر. فانا هحول البشر دول لمجموعه ابراج اتصالات بمدى محدود، نقدر نقول الداتا بتتبعت من البشري ده للبشري ده للبشري ده للبشري ده لحد ما توصل للمكان المراد نقدر نقول الوصول ليه. وبتتبعت ازاي؟ عن طريق الموبايلات او عن طريق اي اجهزه بتدعم الواي فاي والبلوتوث، زي الايباد، زي مثلا الكمبيوترات، الكمبيوتر بتاعك لو نقدر نقول اللابتوبات معظمها دلوقتي بتدعم الواي فاي نقدر نقول والبلوتوث، بس لازم يبقى منزل بروجكت او نقدر نقول منزل ديسنترايز ابلكيشن او الابلكيشن اللامركزي الخاص بدعم الانترنت اللامركزي، زي مشروع نقدر نقول زي ما قلنا برايم، ده برايم بروجكت. ده مشروع برضو بيعمل نفس الموضوع ده، زي ما قلت بيبقى بديل للواتساب من خلال انه بيرسل رسائل نصيه وصور، وبيبديل كمان للجيميل او الايميل عن طريق نقدر نقول انه بيرسل الايميلات بشكل لامركزي بنفس الكيفيه دي. النوتس مجموعه من نقدر نقول نوتس او نقدر نقول الطرفيات، بشريين عادي جدا عاملين قبل عندهم اجهزه نازلين الابلكيشن ده، ونقدر نقول بيتنقل نقدر نقول الرساله بتاعتك من نقدر نقول الابلكيشن 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 او من جهاز لجهاز من جهاز لجهاز من جهاز لجهاز لحد ما يوصل للشخص المستهدف. طيب الموضوع ده انت بتقول لي بيتنقل من جهاز لجهاز، طب ممكن انا بابلكيشن بسيط اعمل سنيفنج واطلع الداتا؟ لا، الداتا دي بتبقى مشفره، نقدر نقول بتبقى مشفره عن طريق نفس فكره مشروع تور في بالنسبه للتشفير، لان هو بينتقل من نود لنود 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 لنود، يعني من نود لنود 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 كده اصبح ليش بايه يعني نفس كيفيه عمل ايه، حد واخد باله كيفيه عمل الفي بي ان؟ الفي بي ان بس مش في بي ان العادي، لا الفي بي ان خاص بمشروع تور. لو انت مش فاهم انا اقصد ايه اتفرج على الفيديو طريقه تصنيع في بي ان في البيت بمنتهى البساطه. فهو بيعمل لك زي الفي بي ان كده، يعني الفي بي ان عن تشفير، طب بيعمل لك زي تشفير كده ان هو بينتقل من نود لنود لنود لنود، وكمان الداتا بتبقى مشفره نقدر نقول بوينت بوينت، ففي نفس الوقت الداتا بتاعتك مشفره كمان. يعني ده ممكن يكون كتطوير، طبعا ما اعرفش المشاريع القديمه لسه شغاله الموضوع ده لا، بس ممكن يشفر كمان بالام دي 5 بمنتهى البساطه. طب حد هيقول لي طب انت ايه اللي دخلك انت جايب المعلومات دي من على النت ومش عارف ايه؟ لا هقول لك، لا انا اصلا طالب دكتوراه يعني بي اتش دي في البلوك تشين او في سلاسل الكتل او والديسنترايز بصفه عامه، يعني حاليا انا اصلا الدكتوراه بتاعتي شغال على نقدر نقول سمارت جريد وذ نقدر نقول البلوك تشين، يعني بمعنى ايه؟ شبكات الكهرباء الذكيه
عن طريق البلوك تشين، يعني شبكات لا مركزيه، يعني شبكات كهرباء لا مركزيه. وانا دايما مع اللامركزيه رغم عيوبها، بس هي مليانه مميزات. اللامركزيه انت لو بقى عندك انترنت لا مركزي بقى عندك حريات في العالم كله، هيبقى عندك مشاكل في الارهاب لان صعب نقدر نقول تتبع الانترنت اللامركزي، بس انا مع اللامركزيه برضو. يعني مع المركزيه في مميزاتها، بس طبعا لازم نطور نقدر نقول علوم بحيث ان احنا نتفادى عيوبها. وبرضو مع الكهرباء اللامركزيه، انا شغال اصلا على بروجكت للكهرباء اللامركزيه اللي هو نقل الكهرباء نقدر نقول بشكل لامركزي، وتخزين الداتا بشكل لامركزي، وحساب الاستهلاك بشكل لامركزي، ونقدر نقول حتى توليد الطاقه بشكل لامركزي. مع ان الموضوع ده نقدر نقول قوانين دولنا لسه ما اتطورتش لدرجه انها تسمح نقدر نقول بتوليد الطاقه بشكل لا مركزي، بس نقدر نقول بعمل بروجكت حاليا فنقدر نقول توليد الطاقه بشكل لا مركزي، ونقدر نقول الالكتريسيتي او نقدر نقول الكهرباء اللا مركزيه. يعني انا شغال دلوقتي في الكهرباء اللا مركزيه، في غيري طبعا شغال في الانترنت اللا مركزي. فنقدر نقول اللامركزيه رائعه جدا، واللامركزيه هي المستقبل زي الذكاء الاصطناعي. اللامركزيه هي المستقبل، بس طبعا اللامركزيه دايما بتتواجه نقدر نقول او نقدر نقول بتكون ضد الحكومات. لان انت لو عندك سيستم لامركزي كامل انت ما بقتش محتاج اصلا الحكومه في حاجه، ما بقتش محتاجها لبنوك، ما بقتش محتاج الحكومه في بنوك، ما بقتش محتاجها في توليد كهرباء او ميه او اي حاجه، ما بقتش محتاجها في شبكات اتصالات لان انت بقى عندك الشبكات اللامركزيه. فنقدر نقول ما بقتش محتاج نقدر الحكومات في حاجه لو بقى عندك سيستم لامركزي كامل. لو بقى عندك العالم كله مركزي يبقى كده اعلنا اسقاط الحكومات. بس اللامركزيه خطوه ايجابيه نقدر نقول في تطور البشر، زيها زي الذكاء الاصطناعي، زيها نقدر نقول زي البيج داتا. البيج داتا خلاص بقت حاجه دي، من دلوقتي احنا بنتكلم بيج داتا ويز نقدر نقول ارتفيشال انتليجنت او بيج داتا عن طريق الذكاء الاصطناعي. فدلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي كمان في علوم النيور نتورك، او نقدر نقول الشبكات العصبيه. نقدر نقول الشبكات العصبيه مش البرمجه اللغه العصبيه بتاعت التنميه البشريه، لا الشبكات العصبيه الخاصه نقدر نقول بالبرمجه او نقدر نقول معالجه الداتا. فبمنتهى البساطه احنا بنتطور، فنقدر نقول البلوك تشين ده هيبقى جزء من تطورنا. فنقدر نقول انصحكم دلوقتي طبعا ان انتوا تبداوا الدراسه في البلوك تشين، اللي حابب يتخصص في المجال ده واللي حابب يدور نقدر نقول على الابلكيشنز اللي بتدعم نقدر نقول ديسنترلايز نقدر نقول ديسنترلايز نتورك او نقدر نقول ابلكيشنات اللامركزيه، بس مش خاصه بالعملات المشفره عشان المصطلح ده بيستخدم في العملات المشفره كتير جدا، لا الخاصه نقدر نقول بالانترنت اللامركزي. فلو قلنا ديسنترلايز نتورك او ديسنترلايز انترنت فاحنا بنتكلم عن الانترنت اللامركزي. فنقدر نقول مش هيبقى اسمه انترنت اكيد، هيبقى ليه اسم تاني، بس نقدر نقول الموضوع لسه الى الان تحت قيد البحوث. وطبعا ممنوع، يعني الموضوع ده اصلا ممنوع من الدراسات، لان اي دراسه عشان تتنفذ لازم تتمول، وعشان تتمول لازم تتمول من شركات او حكومات. فما بالك انت بتصنع سيستم هيخسر الحكومات وهيخسر الشركات، هيخسر شركات الاتصالات لان انت ما بقتش محتاج الانفراستراكشر او البنيه التحتيه الخاصه بيهم، هيخسر الحكومات لان الحكومات بتاخد ضرائب من شركات الاتصالات، وضريبه شركات الاتصالات مرتفعه جدا. وطبعا نقدر نقول هيخسر كمان الحكومات لان شركات الاتصالات دي لو قفلت هتسرح ملايين الاشخاص، طبعا كلام عن كل العالم، ملايين الموظفين من مهندسين اتصالات لفنيين اتصالات لفنيين ابراج، نقدر نقول لمهندسين حتى مدني وعماره اللي بيبنوا الابراج. فنقدر نقول الموضوع خطير جدا، وفي نفس الوقت مفيد للبشر وفي نفس الوقت مضر للبشر. في النهايه بتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم، دعموها باللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى ان انتوا تبداوا دراسه في السيستم اللامركزي، او نقدر نقول بشكل عام تبداوا مثلا دراسه في البلوك تشين، او نقدر نقول في اي سيستم من السيستم نقدر نقول ديسنترايز سيستم، اي سيستم يعني انت سواء سمارت جريد وذ ديسنترلايز، يعني نقدر نقول الشبكات الذكيه الكهربائيه السمارت جريد للشبكات الكهربائيه، نقدر نقول اللامركزيه في حاجات كتيره جدا، في اللامركزيه في الانتخابات، في اللامركزيه نقدر نقول في نقدر نقول العمليات والتخزين، في اللامركزيه في اي حاجه ممكن تلاقي لها سيستم لامركزي. حتى حاليا في اللامركزيه في الانترنت، يعني ممكن تصنع انترنت لامركزي وانت تبتدي بروجكت الانترنت اللامركزي، فهيتم محاربتك من الحكومات، هيتم محاربتك نقدر نقول من الشركات، البروجكت بتاعك محدش هيتبناه. فنقدر نقول ده يعني نقدر نقول بيئه تمنع ان انت تبحث في الموضوع ده، بس في نفس الوقت الموضوع رائع جدا. الموضوع نقدر نقول هيطور البشر وهينقل البشر في حته ثانيه، حتى لو نقدر نقول حد نقدر نقول او الشركات وقفت ضدك، فالموضوع نقدر نقول هينقل البشر في حته ثانيه. فبالنهايه بتمنى الحلقه تكون عجبتكم، دعموها باللايك والشير والسبسكرايب، وبتمنى الحلقه دي توصل لاكبر عدد ممكن من النشر، لان انت نقدر نقول في مشاريع حاليا فعليا نقدر نقول بتعتمد نقدر نقول على الانترنت اللامركزي. فانت ممكن مثلا نقدر نقول اخواتنا ممكن يتوصل لهم الحلقه دي، مش بدل انت توصل الحلقه دي ممكن تلخصها نقدر نقول في بوست عن الابلكيشنز اللامركزيه. نقدر نقول عندك ابلكيشنز كتيره جدا، عندك زي مالتي برايم بروجكت، عندك في نقدر نقول ابلكيشن خاص بالميل اسمه ميل برايم، وعندك برضو نقدر نقول برايم ماسنجر، ده نقدر نقول بيبعت رسائل وبيبعت صور. فعندك نقدر نقول ابلكيشنز كتيره جدا ممكن تدور على النت، نقدر نقول عن طريق مثلا شات جي بي تي باعتبار ان هو متاح دلوقتي في كل الدول، وعن طريق بارت
وعن طريق الانترنت العادي، وتدور على الابلكيشنز اللامركزيه نقدر نقول بتستخدم الانترنت اللامركزي وتدعم بيها اخواتنا. لو انت تعرف حد من اخواتنا هناك وتعرف توصل له المعلومه دي هيبقى رائع جدا، لان انتوا هيقدروا يتواصلوا معانا عن طريق الماسنجر. الماسنجر يعني نقدر نقول كلمه ماسنجر دي مش معناها ماسنجر خاص بالفيسبوك، لا، ماسنجر دي معناها نقدر نقول مسجات، نقدر نقول نصيه او صور، ونقدر نقول هتواصلوا معانا عن طريق الايميل. وبتمنى طبعا الامان نقدر نقول والحرب تنتهي لاخواتنا، وبتمنى لهم طبعا الحريه، وبتمنى لهم انهم ينتصروا باذن الله. وفي النهايه بتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم، دعموها باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم الحلقه دي. اعزائي المشاهدين، مقدرش احرق حديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.